فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما السنة للإمام بعد قراءة الفاتحة؟ هل يسكت قليلاً ليقرأ المأموم أم يشرع مباشرة بعد الفاتحة في القراءة؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن يسكت بقدر ما يرجع إليه نفسه، بقدر ما يرجع إليه نفسه. أما السكوت الطويل بعد الفاتحة فهذا لم يرد به دليل، وإنما هو استحسان من بعض الأئمة وجرى عليه العمل، فالأمر في هذا سهل إن شاء الله. نعم.